صباح الفل. يعني حدث حصل من يومين مش لطيف يعني، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل، وفكرني بقى بموجة بوستات على السوشيال ميديا. الحدث ان اسماعيل ابني اتخبط في ايده واتكسرت او اتشلخت يعني، المهم جبسناها او عملنا لها كبيره كده وبتاع، فيعني ربنا يشفيها عافيه يعني. المهم ايه، افتكرت بقى عينه من البوستات اللي بتنزل علينا على صفحات السوشيال ميديا، وما ادراكم ما صفحات السوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب اللي المفروض نعمل لها سبسكرايب ونفعل زرار الجرس عشان يجيلنا تنبيهات كل جديد انا بنزله كده، ونعمل فولو على الفيسبوك والتويتر والانستغرام. المهم ما ادراكم ما صفحات السوشيال ميديا وما يكتب عليها. المهم واحد بيكتب، بيخش يكتب بقى ايه الناس اللي مركزه معايا بقى، بلاش الله يكرم كل فتره دي خلاص انا تعبت، اللي هو بيروح منزل صوره عربيته عامله حادثه، رجله مكسوره، حاجه مثلا مش عارف فلوس اتسرقت منه. فاحنا كلنا بقى مركزين مع الشاب ده عشان بنحسده، ولكن مارك زوكربيرغ شخصيا مأكد لي ان محدش مركز معاه، محدش مركز مع صاحبنا ده. ليه محدش مركز معاه؟ لان في السنوات الاخيرة الاستاذ مارك ربنا بقى يسامحه على اللي بيعمله فينا، عمل ايه؟ قال لك انت على حسب اهميتك هبجيب لك وصول للبوستات بتاعتك اللي انت بتنزله على صفحات السوشيال ميديا، كل ما يكون مهم للناس كل ما انا هوصله للناس اكتر. طب انت بتعرف ازاي يا مارك؟ قال لك من العالم العظيم الخوارزمي، العربية دي الخوارزمي اتعمل باسمه حاجة اسمها الخوارزميات او الالجوريزمز. الالجوريزمز دي بيحسب بيها الاستاذ مارك زوكربيرج واليوتيوب والانستجرام وتويتر، الحاجات اللي احنا مفروض نعمل عليها فولو دي، بيعمل فيها بيقيس مدى تفاعل الناس مع كل نفس انت بتتنفسه. فمثلا انت دخلت كتبت اشتريت جزمة صفرة، محدش عمل لك اي حاجة ولا انا بس شلي بقى الواد ده بقى من التفاعل، قلل لي الالجوريزم بتاع يعني قلل لي نسبة عرضه على صفحات التواصل الاجتماعي ازاي. انت حضرتك بقى واحد صاحبه، واحد صاحب الواد اللي جاب الجزمة الصفرة، دخلت بتشوف مين اشترى بقى جزمة النهاردة ومين اتطلق ومين اتجوز ومين مش عارف ايه، فجالك اول حاجة الجزمة الصفرة دي، فرحت عامل سكرول وما اهتمتش ولم تبدي اي اهتماما سواء بكومنت او بلايك او بشير، ودي المؤشرات اللي بتخلي الفيسبوك، واعتقد ايضا ان انت مجرد انت تفضل واقف شوية قدام البوست ده في حد ذاته اهتمام، بس ما علينا مش دي قصتنا يعني. لم تبدي اي اهتماما، فبالتالي شوية وصاحب من صحابك التانيين اللي برضو صاحبنا الاولاني بتاع الجزمة الصفرة دخل يسكرول كده ما لقاش اصلا الجزمة الصفرة. ليه ما عرفش؟ لان هي حاجة مش مهمة. مين عرف ان هي مش مهمة؟ لان انت اللي قلت ان هي مش مهمة، لان انت ما عملتش لايك عليها. وبالتالي يحدد، طيب مش بتلاحظ ان في ناس صحابك بقالهم كتير جدا انت ما مش في حياتك اصلا، وبتعرف اخبارهم الرئيسية ازاي؟ بتعرف اخبارهم الرئيسية؟ اقول لك، واحد يعني بعيد عننا جميعا كتب ان فلان قريبه، قد يكون حد مهم قوي من الدرجة الاولى مثلا، مات. بعد ما فلان مات ده هو كتب بوست البقاء لله فلان الفلاني مات وبتاع، فتروح اول واحد بيشوفه طبعا كاتب انه مات، مش هعمل كومنت يا سيدي، روح ايه كاتب البقاء لله عظم الله اجركم ان شاء الله في الجنة والحاجات دي، يروح اللي بعديه دخل يشوف البوست. طبعا ما هو الفيسبوك هينشر تاني لواحد او اتنين تلاتة كده يتأكد البوست ده مهم ولا مش مهم، لان هو ما يعرفش يقرأ مين اللي مات، يعني هو مش عارف مدى اهمية الشخص اللي مات ولا مدى اهمية الشخص اللي مات له واحد ده اصلا، فهو بيقيس الحاجات دي قلنا من التفاصيل اللي احنا قلناها من شوية. فيروح التاني داخل عامل لايك وقلب او عياط، ويروح داخل للبقاء لله ويروح واخد كوبي بيست من الكلام اللي فوقيه اصلا، فيروح ايه ده واضح بقى ان الموضوع عام بقى في كل دول العالم، في الملك الصالح والمهندسين وكل الاماكن دي الدول العظمى دي. المهم فبيروح يوصل الموضوع بنسبة ضئيلة ان هو فايرل، يعني يوصل ينتشر وسط جموع الاصدقاء والمتابعين للشخص اللي هو ميت له حد ده. ومن هنا بتلاقي بوستات كمان بتوصل لبرة دائرة الاصدقاء والمتابعين، ازاي؟ من خلال الشير، خاصة البوستات بقى اللي فيها شيء جاذب للانتباه بقى، شادي سرور الحد، مش عارف مين شواز، مين بيقول ان حصل له موقف في المترو واحد اتحرش بيها
والشعب قد ايه بارد وسلبي اللي بيقال، انا ما بقولش كده طبعا، في البوستات ومش عارف ايه، وتبقى تلاقي بقى ده بقى اللي فايرال على حق ربنا، ده البوست الفايرال على حق ربنا، تلاقي 5000 شير 800 مش عارف ايه، القصص دي كلها تلاقي البوست اصبح فايرال. واحيانا بعض التحليلات السياسيه والمواقف السياسيه، يعني احيانا مثلا واحد زي ابو تريكه ده هو ممكن يكتب بوينت نقطه كده نقطه، لكن هو عشان ابو تريكه فتلاقي قلوب بقى وحبوب وكومنتات واللازم منه. لكن عبد الله ينزل فيديو على اليوتيوب يجيب 70 مشاهده، ليه يا جماعه؟ ما نعمل فولو على الفيسبوك والانستجرام وتويتر، ونعمل سبسكرايب على القناه، ونفعل زرار الجرس عشان يجيلنا تنبيهات بكل جديد انا بنزله، بس يعني صباح الفل.